السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي التلاميذ، من خلال هذه البحوث والأنشطة سنحاول التعرف على بعض الحضارات القديمة أبرز إنجازاتها حتى تتمكن من استخلاص تأثير وتأثر فيما بين هذه الحضارات. نذهب على بركة الله إلى حضارة بلاد الرافدين. بلاد الرافدين، مفهوم حضارة بلاد الرافدين. حضارة بلاد الرافدين هي حضارة كانت موجودة في أراضي العراق، تتميز بأنها من الحضارات التي ظهرت بشكل أصيل. تأسست وشهدت قديما ما تطورت دون الاعتماد على أي حضارة أخرى من الحضارات، وأنها وجدت منذ عصور قبل التاريخ، وتعد من أقدم الحضارات الإنسانية. وشكلت الزراعة أهم المهن التي نشأت بين سكان بلاد الرافدين. أما اسم بلاد الرافدين فهو مشتق من الأصل اليوناني أي بين النهرين، وهما نهرين دجلة والفرات. الهجرات الأولى لبلاد الرافدين. ذكرت التوراة أن سفينة نوح نرست في بابل، وهو كل بشر بعد أن بات جميع البشر في الطوفان. وفي الإسلام يوجد ما يقاربها، فيروى عن بعض علماء المسلمين أنها نرست في الكوبا وهي قبة بابل. ومن هناك قام أول مجتمع بشري بعد الطوفان. وبهذا تكون بلاد الرافدين نشأ جميع السلالات البشرية. ولكن الحضارات البشرية الأولى ظهرت في بلاد الرافدين، وأنشأتها أقوام مهاجرة من بلاد مختلفة إلى وادي الرافدين. الأقوام ظهرت أولا من الصوماليين، ثم عقبتهم الأراميون والعموريون. وكانت نهاية الصوماليين على يد الإعلاميين والعموريين القادمين من إيران والمهاجرين من الجزيرة العربية. اكتشاف تاريخ حضارة بلاد الرافدين. إن تاريخ حضارة بلاد الرافدين ظهر خلال حقبة ما قبل التاريخ، وصولا إلى سنة 539 قبل الميلاد. وظهرت العديد من المصادر التاريخية التي احتوت على معلومات حول تاريخ هذه الحضارة، الأهمية الكتابات الخاصة بالرومان والأبيض. دفع فكر الرموز الخاصة باللغة المسمارية مجموعة من دول أوروبا في القرن 19 ميلادي إلى توجه أراضي حضارة بلاد الرافدين من أجل تنفيذ حقيقتها والتحقيقات البشرية بمعرفة عالمية حول الآثار الخاصة بها. نقلت العديد من الآثار إلى إنجلترا وفرنسا. من بين الآثار الموجودة في العراق وهي بلاد الرافدين ما يلي: المنحوتة الطبلية، جسر قديم يمر عليه نهرين دجلة وفرات. بعض البنايات التي خلفها التاريخ وتتمثل في رابعا أثر الجغرافيا في حضارة بلاد الرافدين. امتلكت حضارة بلاد الرافدين مجموعة من الخصائص الجغرافية التي أثرت فيها بشكل ملحوظ، حيث ظهرت تأثيراته في المناخ السائل، في المناخ السكري. ألف، التأثير في المناخ السائل هو التأثر الذي ظهر في بلاد الرافدين واستمر حتى إنشاء العراق الحديث، حيث أثر الموقع الجغرافي في المناخ والزراعة وطقس البيئة الاقتصادية. أدى ذلك إلى ظهور ثلاث فئات مناخية وهي رسوبية والصحراوية والجبلية. باء، تأثير في السكان هو التأثر الذي ظهر في سكان أراضي بلاد الرافدين بسبب طبيعة موقعها الجغرافي، فتحدها من الشمال الشرقي للجبال ومن الجهتين الغربية والجنوبية الغربية للصحراء، كما تشترك مع بادية الشام بحدود من الشمال الغربي. كانت أحواض النهرين الرسوبية الخصبة وسط الصحاري دافع عن استقرار مختلف الأجناس. أدى ذلك إلى ظهور تنوع سكاني وبشري معارض. كما رحلت إلى أراضي هذه الحضارات شعوب من الهنود والأوروبيين، مما أدى إلى ظهور انصهار حضاري بين الشعوب التي عاشت في بلاد الرافدين. خامسا، العلوم التقنية في حضارة بلاد الرافدين. يعد ظهور العلوم التقنية في حضارة بلاد الرافدين لفترة زمنية قبل ظهور الكتابة. بعد ظهور الكتابات المسمارية استطاع سكان حضارة بلاد الرافدين أن يبنوا علومهم ومعرفهم إلى الأجيال اللاحقة، وكان تنقل شفوية حتى اكتشاف التدوين. فيعد تدوين التاريخ القديم لحضارة بلاد الرافدين من أهم الوسائل التي نقلت كثيرا من القصص التاريخية. كما وصل العلوم الأخرى مثل علم الجغرافيا، علم الرياضيات، علم الطبع، علم الفلك. ألف، علم الرياضيات. استخدم شعب بلاد ما بين نهرين نظام عاد 20-60، وهو مصدر الساعة حاليا مكون من 60 دقيقة و 24 ساعة في اليوم. والدائرة 360 درجة سوماري أيضا يقيس أسابيع من 7 أيام. وهذه المعرفة استخدمت في صنع الخرائط. البابليون قد يكونوا عرفوا القواعد العامة لقياس المساحات والمحيطات، لكن حجم المحيطات
اتخذ بطريقة غير صحيحة. البابليون معروفون عن علم الفلك. علماء الفلك البابليون كانوا مهتمين جدا بدراسة نجوم السماء ونظام النجوم تلفهم مسبقا بانقلاب شمسي وقطب. علماء الفلك في بلاد الرافدين قد وضعوا زمنا زمنيا مدته 12 شهرا على اساس دوران القمر، وقسموا سنتين موسمين الصيف. اللغة والكتابة. أقدم لغة عرفت في حضارة بلاد الرافدين كانت السومرية. في وقت لاحق جاءت لتكون اللغة السائدة وهي اللغة الأكادية، ثم أصبحت الأرامية وتوقف استخدام اللغة وتوقف استخدام الأكادية. في وقت مبكر من بلاد الرافدين حوالي منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد تم اختراع الكتابة المسمارية، والمسمارية تعني حرفيا على شكل وتب بسبب الطرف المثلث القلم المستخدم لضغط العلامات على القراءة. أدل في حضارة بلاد الرافدين هو أول ما يتم تسجيله، فاعتقدوا أن العالم كان عبارة عن قسم سطح يحيط به فضاء ضخم ومفهوم وفوقه الجنة، كما كانت ديانتهم مثلية بتعدد الآلهة. الكلمة السومرية الكون هي آتي التي تشير الآلهة أم الآلهة كي وابنهما أني الآله الهواء أقوى رئيسي مجموعة الآلهة كما كانوا يعتقدون. ونشكركم على الإصغاء إلى اللقاء. بلاد الرافدين في القسم الجنوبي من قارة آسيا، ويمتد من الهضبة الأرمانية شمالا إلى الخليج العربي جنوبا وغربا إلى ما وراء دجلة شرقا. تضاريس الحضارة أوابع شمالا لها جبال تناسب منها روافد دجلة، جنوبا لها جبال تمتد من بغداد إلى الخليج العربي جنوبا تتخللها سهول زراعية معتدة. السكان عرق العراق القديم بتنوع الأجناس البابليون الأشوريون الأكاديون والكلدانيون، هاجروا من شبه الجزيرة العربية وأسسوا حضارتهم هذه المنطقة. بعض العوامل المساعدة على قيام حضارة بلاد الرافدين: موقع نهري الدجلة والفرات. اعتبر هذان النهران من ابرز عوامل قيام هذه الحضاره، انهما كان مصدرا لمختلف ثروات البلاد، حيث يبلغ طول كل واحد منها 1718 كيلومتر دجله و 2800 كيلومتر القرى. ثانيا الجيش الذي كان له دور هام في دروس رسوع البلاد ودعم اقتصادها، حيث كان يقودها المالك والمرشد والقيادة. ثالثا العنصر البشري. ساهمت كل فئات العراق القديم من حكام نبلاء عبيد عمال وفرسان، حيث كان لكل فئة دورها في البناء والتشييد وتشريع الزراعة والتجارة. أهم منجزات حضارة بلاد الرافدين سياسيا كان نظام الحكم ملكيا وراثيا، ومن أشهر ملوك ذات العصر وأقواهم الذي دام حكمه 1750 إلى 1792. اجتماعيا يتكون المجتمع الرافدي من طبقة الملوك وحاشيتهم: الكهنة، الجيش، التجارة، الحرفيين، وأخيرا العابد. يسيرون وفق قانون نشر الأمن والاستقرار والعدالة بينهم، هو قانون حامورابي. دينيا اشتهر سكان العراق القديم بعبادة الشمس، القمر والحيوانات، انتشرت بها المعابد التي كانت تمثل مجلسا للقضاء وأداء الشعائر الدينية، ومن أشهر آلهة المردوخ بابل وآشور بآشور. اقتصاديا عرف العراق القديم بالزراعة وشرق قنوات السقي وطبيعة الحيوانات والتجارة الداخلية والخارجية بسبب تواجد نهري دجلة والفرات. علميا وفكريا من أهم منجزات الحضارة العراقية الكتابة المصرية، الطب، بناء السدود، الصناعة، الهندسة، النقش والقانون خاصة قانون حمورابي، تحديد الوقت والحساب. عسكريا عرف العراق القديم بقوة جيشه الذي يقوده بالكهم، وكان مقسما إلى فريق خاص بالأسلحة الثقيلة كالدروع
وفريق خاص بالأسلحة الخفيفة كالرماح والسهام وقد حقق إصابات عظيمة. أشكركم على حسن التابعة. هو بلاد النهرين نهر الدجلة والفيرة، أو بلاد الرافدين موطن الحضارات وبلاد الألف، وهو ليلة وليلة فهي تستحضر في الجناح الشرقي للهلال الخصيب، وتعني هذه البلاد أمور كثيرة ومتنوعة، ويرتبط اسمها لدى بعض الناس بشريعة الدين صورة جنة عدن أو برج بابل أو طوفان عظيم، وفي حمورابي أو موت الإسكندر العظيم ومآثر هارون الرشيد، ويرتبط اسم العراق عند آخرين الوقت الحاضر بمستودعات النفط في المنطقة العربية. يتصل بحضارة بلاد الوادي الرافدين النهرين حضارة العراق القديم، وهي إحدى حضارات القديمة القليلة التي أطلق عليها المؤرخ الشهير توي بن صالح الحضارة الأصلية أو الأصيلة منذ العصور السادسة، وهي الحضارة التي لم تشتق من حضارة سابقة لها، بل نشأت وتطورت أوريجينال وما قبل التاريخ، واقترح اسمه طلق على العراق أيضا اسم الجزيرة وأرض الفراتين وسكانه الفراتين أو بالرخاء والازدهار. منذ أزمنة بعيدة فقد ذكر هيرودوت قبل ميلاد سيد المسيح بنحو 500 عام أن أرض العراق هي من أزكى بلاد وتربى وأخصبها مادة اللحم، إذا تأتي الحرب واحدة سبعة منها 200 ضعف وأحيانا 300 ضعف. وكان الشنعاري في العهد القديم إذا صار في أرضه غاليلية فلا يقع طائر بصره إلا على غابات مزدحمة من المخيل والغر والصفصاف. نهر الدجلة والفيرات هما توأمان يجريان مترافقين عبر عدة دول، فإن أردت الحديث عن إحداهما لابد من التكلم على الآخر. وفي الحديث عن النهر الدجلة يمكن القول بأنه ينبع من تركيا وتحديدا من جبال طوروس في الأناضول، ثم يعبر سوريا في القامشلي، وهذا على طول 50 كيلومتر، ثم يعبر الحدود العراقية في بدر في شخابور، ويتفرع نهر الدجلة إلى فرعين هما نهر الغراف ونهر الدجيلة، وتغذي نهر الكثير من الروافد التي تأتيه من كل من العراق وسوريا وتركيا، وهي نهر خابور ونهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير ونهر العظيم ونهر الديالي، ويلتقي نهر الدجلة مع نهر الفرات شقيقه في بلدة القنا جنوب العراق، ليكون معا في البصرة وما يسمى بشط العرب، وهو النهر الذي يمتد على طول 150 كيلومتر حتى يصب في الخليج العربي. يمر نهر الدجلة وبعدة مدن رئيسية منها في تركيا مثل بسمين وحصن كيفا وجزيرة ابن عمر، وفي سوريا مالكية، وفي عراق على قسم الإصغاء والمتابعة. وأتمنى لكم أن تستفيدوا من هذه المعلومات. الحضارة القرطاجية، أن الدخول القرطاجة في التاريخ المكتوب بدأ مع وصول البحارة المستوطنين الفينيقيين إلى السواحل، لكن محاولة معرفة التاريخ المكتوب حضارة تكتنفها الكثير من الصعوبات التي يمكن إرجاعها إلى الكون. كانت عن تلك المرحلة التاريخية كلها تقريبا اليونانية، أن الفينيقيون في الغرب بالنسبة إلى الإغريق والرومان تحت القيادة القرطاجية. تشير المراجع التاريخية إلى أن اسم قرطاجة هو صورة معرفة للاسم الفينيقي قارة حدش يعني المدينة الجديدة. يدل هذا ضمانا على أن المكان قادم له منذ البداية هو المستوطنة الرئيسية. الفينيقيين في سوء قدر ضئيل لا يسمح بالتأكد من هذا الأمر التاريخ المتعارف عليه لتأسيس
هو 814 قبل الميلاد، يشير ترابط العام للشواهد الأثرية إنه بينما كانت الرحلات الفردية تتم في الكرام، فإن المستوطنات الدائمة على السواحل المغرب لم تتمم قبل سنة 800 قبل الميلاد. تشير المصادر التاريخية المتوفرة عن العالم القادم هو صور مدينة فينيقيا التي انطلقت منها والتي أدلت إلى إقامة العديد من المستوطنات. لقد كان البحث عن الموارد المعدنية والمصفات خاصة الذهب والنحاس والقصدر هو الذي حمل التجارة الفينيقية إلى غرب البحر الأبيض المتوسط، وقد انطلقت أعداد من المهاجرين الفينيقيين إلى صقلة والحار والجزيرة الإفريقية والسردينية وإسبانيا. شكراً.